الإسلامية الجزائرية برج باريري. في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للكشاف، سطرت المحافظة الولائية لقدماء الكشاف الإسلامية الجزائرية برج باريري برنامج ثري للاحتفال بهذه المناسبة، الذكرى 83 لاستشهاد القائد البطل محمد بوراس مؤسس فيدرالية الكشاف الإسلامية الجزائرية. كانت البداية اليوم بوقفة بمقبرة الشهداء رفقة السلطات المدنية والعسكرية وعلى رأسهم السيد والي ولاية برج باريريج، وبعدها التوجه بمسيرة كشفية من المقبرة إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة، حيث تخلل من أجل إقامة الحفل الختامي، حيث تخلل الاحتفالية إبرام اتفاقية بين المحافظة الولائية لقدماء الكشاف الإسلامية الجزائرية ومديرية المجاهدين وذوي الحقوق برج باريريج. تخللها أيضا تكريم عمدائنا عمداء الحركة الكشفية في ولاية برج باريريج. كذلك أقمنا مسرح وأناشيد، كرمنا أبناءنا المتفوقين والفائزين في المسابقات الكشفية التي سطرناها بهذه المناسبة. اليوم الوطني للكشاف، هذا اليوم الذي رسمه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوما وطنيا للكشاف ولكل الجزائريين، هو مناسبة عزيزة على كل جزائري حر من أجل هذا الوطن. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.